لا يزال زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة آل سيف متصدرا حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وبعد انتشار فيديوهات جديدة من مراسم الحفل. والجديد ما تناقله بعض المواقع الفنية الناشطة من مقاطع فيديو تظهر زوج الأميرة إيمان وهو يقبل الأميرة رجوة آل الحسين خلال تهنئتها بزفافها من الأمير الحسين. وجاء في تعليقه على الفيديوهات: فيديو متداول انقسمت حول صحته الآراء حول خرق البروتوكول بعفوية من زوج الأميرة إيمان الذي قبل الأميرة رجوة وهو ليس بأمير وفق ما قيل، وبعد أن تنبهت الأمر قالت أو ماي جاد. أما الأمير الحسين فتفاوتت التكهنات حول كلمته بين رود أو رولز، وترافق ذلك مع امتعاض Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. كما بدا الانزعاج واضحا على وجه الملكة رانيا. وبحسب التحليلات فإن جميل ألكسندر تيرميوتس زوج الأميرة إيمان خرق البروتوكول الملكي. الجدير بالذكر أنه بعد الزفاف ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق لحظة تعرض الملك عبد الله الثاني لوعكة صحية مفاجئة خلال حفل زفاف نجله ولي العهد الأمير الحسين على الآنسة رجوة. وفي التفاصيل ظهر الملك عبد الله الثاني في الفيديو وهو يتقبل التهاني والتبريكات وبجانبه زوجته الملكة رانيا العبد الله وابنه سمو الأمير الحسين والآنسة رجوة ووالديها. وبدت ملامح التعب واضحة على الملك عبد الله، حيث ظهر وهو يتماسك بصعوبة وكاد أن يفقد وعيه بسبب التعب والجهد الذي بذله بعد يوم طويل من مراسم وبروتوكولات ملكية. وكانت قد احتفلت العائلة الهاشمية المالكة يوم الخميس بحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف، وتم عقد القران في قصر زهران، وأشرف على مراسم الحفل إمام الحضرة الهاشمية.